تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. طمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.